أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد أعزائي أحبتي قبل أن نركز الانتباه عليه على ما تجدد في هذا اليوم إن شاء الله تعالى قبل فحو كلامي أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى يوم حد لي أنك أمر ولب نين نوع أو حنين أصبو نيو حنين تجديد يو إبادة نوعيال ششلدون ما أرن دراد رمضان وليرك دب ودع اللي أظن كنا فرن الحجلي سيتل تيا خميس يوم أصنين يوم مارن خيرات كي إبادات وني حتى ما هنين جلاي ما مارن عرفه أظن كنا حج الأكبر مارن تيا الوالي إلهي سبحانه وتعالى فذا بدن تيا كدوه حتى هنين جلي بلن أرن أظن كنا ما يكون مضأتا أشهر الحرم ما يكون إلهي سبحانه وتعالى إن منها أربعة حرمون daalika diin ulqayim falaa tadlimuu fiihinna anfusakum saadartiya walaaliyaal maadaama bolog hurmadlahy kumad ate badlo owelshee ilaa laku-deerow ma aragnae tumii koowaad tum ilamaad ilaa tum i sadah laku deeraw acmaal shil duunga jirta dadkii ilaahy subxaanahu wa tacaalaa hoola sieyay hoolagaasin ilaahay kaa nuuniyay inay ku faa-idaysadaan mar hora baheena ma aragnaa kacbada iyo

أيام أنا أرن معلومات لأرو إي أيام معدودات أو قرآن كلك هو بلار شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر سمو ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى كان الله سبحانه وتعالى لي أيام معدودات أيضا سيصبح أيام معدودات كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون región... اياما معدودات اياما معدودات او وسط رمضان لك دا حسي عائدها كشيك يعني لك شيغي ميل نجيد ما لامها سونك لنجيد سونك ميل الى سبحانه وتعالى اسني بوريو وما لام ير مال فدا اني ادن كررن فود اللي غلي اصل لنا لا دمايا دتك لك مارن لك وما لام ير سبحانه وتعالى mar kale ilaahi subxaanau wataaala mayle wadkurulaaha fi yaamin macdudaad yaam macdudaad mayaka yoona mayla maga aaey yaamta onaytay aagn oo maalatmi waad tmi amaad ilaatmaaaamtashriija yoodasleegnkale ilaahi subxaanu wataaala lylyaaduu manaaficalahum wsmaahifi yaam maclumaatina أيام عشر ذي الحجة أو الى سبحانه وتعالى كان أرضي والفجر وليال عشر إناري تمنك أسماء الموضوع تمنك أسماء الموضوع اللي فوائد اللي مباهني أن نبضينا ما يبواه هذا الكلام كان إن شاء الله تعالى ما يبواها أعمال الصالحات كأني اللي كدده رسول صلى الله عليه وسلم حديث ما يكأري ما من أيام العمل الصالح في العمل الصالح العمل الصالح, في الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ما إن أيام عشر ذي الحجة وإن الجيد مركز أصابت ما يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله رسول رسولك صلى الله عليه وسلم مركز ما ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء غيره نبي صلى الله عليه وسلم ميليا أيام الجرتو أو عمل صالح إلى أو فضل بدن أيام تن تنجي حتى لك جرا الأمر الصالح في أحب إلى الله أقول لك جيل بدني ما لمن تمكن عليه أعمالك الصالح يا صلاة دي أو كلا ليش كفدة أو كلا ليش ما أرني أدم كوررنة صلاة الليل كي لانكا تلاوة القرآن لبدي ما أرني أدم كوررنة لبدي القرآن أخريس كي لبدي أذكارات كي لبدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لبدي أنت سيد أو أذكارك أذكارات كاسا مارنة رواية كلام رسول صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن التهليل والتكبير بدي تهليل كي والتكبير تي بدي هاي نركا أيام عشر ذي الحجة أعمال السماء كفضا بدن مجرم لك جيلا بدن إلهي سبحانه وتعالى أرودس مركاسا أصابت مارنة

والسنة التي بعده. أه رسول صلى الله عليه وسلم ميل يا مالان تعرف الصون جي. إلهي سبحانه وتعالى أنك أجر قربي سداري إن إلهي سبحانه وتعالى ذنوب مارن يسداف يعني إن سنة كل حد دافي إيه سنة كحدها مع ذلك رسول صلى الله عليه وسلم إلهي بعري ما تقدم من ذنبك وما تأخر ذنبك جاك وسلين قراي أم أرنا مجرو لكن ما يبوها قل مدر لينا عبر هذا ما يلقو

حالا ده تجيك إنه كجنة ذنوب تان ميل دير يا إلهي أم باه نأني ذنوب وما يغفر الذنوب إلا الله ذنبنا لان كلا داف فكر ملا إلا إلهي سبحانه وتعالى وداف فكره مركن ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى ذنبنا داف مركن بيلين باه نأني إنه معلمون كفاء ذي سنة توحيد كن كفاي ذي سنة تهليل كن كفاي ذي سنة وراء عريس كن كفاي ذي سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كن كفاي ذي سنة إني إنه كفاي ذي سنة ما أرد على سلطة أو جماعة أن كتبوا أن كفاية ذي سنة سلعة الليل كي ودتانش أن كفاية ذي سنة صدق هذا البهوج هلا لا صدق إسا أن أن كفاية ذي سنة يلين بهني ولا ليل أن أن الناس ما لا موكل أن أن كبدل الناس ما يبغوا لي والإله كدار ذي سبحانه وتعالى ما أرنا تنقل ليس في إلهي اللي ينطبش يعني سبحانه وتعالى الشر الحرم ما دام لك جود جرا دكتي أن الناصر كعبد إله ملسيه رون أدرجة إله سبحانه وتعالى درجة درسي أذن إني إله درجة كدرسي إله كتوب سبحانه وتعالى

واصرف عنا كل شر واجعل لنا من كل عسر يسرا ويسر لنا صيام يوم عرفة واغفر لنا ما فات وتجاوز عن كل السيئات واجعل عيدنا مبارك وأيامنا سعيدة اللهم اجعل بلوغنا للعشر بلوغا حسنا يرضيك عنا اللهم اجعل لنا اللهم اجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة تي واستجابة تي الدعاء آمين لنا إلهي سبحانه وتعالى هنو أقبل إلهي سبحانه وتعالى ما أرنا هنو وافجي خيرات كسيا نتيم أرنا هنو وافجي إلهي سبحانه وتعالى ولمسيبة إلهي هنو أقبل دقال لدي إيو مسيبة إنك دريريان إلهي سبحانه وتعالى مدك إبدا إلهي نور راسي لك دعاء شجر إلهي نور راسي ومدى حال عامة إيو هليس عامة إلهي نحن لك مرغول بأن الله نصد دعاء لنباهي ولا لأ ما إن شاء الله تعالى أنت عساك جبر جبر حضر كي ولا الله ولا أنهر ما يبقى نفس إيش ده ولا نقول من الله هي إن شاء الله تعالى ما يصير خير إيه وبرواق ما الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين